كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية. في سياق هذه الحلقة أيضا سنتناقش مع حضراتكم عن ما أعلنته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين في 7 محافظات اليوم وغدا، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. في الشأن العربي، تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم من إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في محافظة ديالى، وسيكون هناك الكثير من الملفات والتطورات التي سنتناولها بمزيد من التحليل والتفسير خلال أحداث اليوم. نبدأ مع حضراتكم بهذا الاتصال الذي أجراه الوزير سامح شكري وزير الخارجية برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه. أكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم. تناول الوزير شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية أيضا في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تقوم مصر ببذلها لإنهائها. للمزيد من المتابعة على الهاتف ينضم إلينا أستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار. أستاذ خالد أهلا بك يا فندم. أهلا بك وكل السادة المشاهدين. نعم، اتصال مهم بين وزير خارجية مصر سامح شكري ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري، كيف ترى هذا الاتصال وما الذي من الممكن أيضا أن تقوم بلعبه مصر في الأزمة اللبنانية؟ الحقيقة أن مصر موجودة في الأزمة اللبنانية طول الوقت، لم تغب أبدا عن محاولات البحث عن حل وإيجاد حل سريع، لأنه لبنان بيعاني على المستوى الاقتصادي، بيعاني على المستوى الاجتماعي، بيعاني على المستوى السياسي، على المستوى العسكري. الحقيقة الشعب اللبناني هو اللي بيدفع ثمن الخلافات بين قيادات وثمن تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن. مصر حريصة على تقريب وجهات النظر، حريصة على الاتصال بالأطراف اللبنانية بسرعة إنهاء هذا الوضع غير المقبول الحقيقة وسرعة تشكيل الحكومة. الاتصال جزء أو استكمال لهذه المشاورات المصرية اللبنانية المكثفة، استكمال الدور المصري لمساعدة اللبنانيين على التوافق وعلى الخروج من أزمتهم الحالية. أعتقد أن الجهود المصرية ستتواصل ولن تتوقف عند هذا الاتصال. الجهود المصرية مستمرة في الملف اللبناني لأن مصر حريصة على استقرار لبنان، حريصة على مصلحة الشعب اللبناني. نعم، هم ما يعاني منه لبنان الآن أزمة اقتصادية تحديدا أستاذ خالد، ومن المفترض عندما يكون هناك حكومة لبنانية ستكون يعني هذه هي أول التحديات. مصر كان لها باع في هذا المجال، مجال الإصلاح الاقتصادي، كيف من الممكن أن تستفيد لبنان بعد تشكيل الحكومة من الخبرة المصرية في هذا المجال؟ الحقيقة لا يمكن الحديث عن استفادة لبنان من التجربة المصرية أو من أي تجارب أخرى قبل تشكيل الحكومة واستقرار الوضع السياسي. استقرار الوضع السياسي هو الانطلاقة الحقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم زي ما أنت قلتي، لأن الوضع الاقتصادي في لبنان بالفعل على حافة الانفجار. الليرة اللبنانية في انهيار مستمر، الناس بتعاني بشكل كبير جدا في الحصول على رغيف العيش، في الحصول على أي فرصة عمل، في مأساة إنسانية بيعيش الشعب اللبناني. والوضع الاقتصادي لن يبدا اي اصلاح حقيقي ليه، ولن تبدا حتى مساعدات المجتمع الدولي لمحاوله الخروج من هذه الازمه الا بعد الاستقرار السياسي وتشكيل الحكومه. تشكيل الحكومه والانطلاقه الحقيقيه، مصر على استعداد ودائما لا تتاخر عن تقديم خبراتها وتقديم كل مساعده ممكنه، سواء لما يمكن ان يستفيد منه الشعب اللبناني من التجربه المصريه الناجحه في الاصلاح الاقتصادي أو أي مساعدة ممكنة للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم. لكن البداية الحقيقية هي أن يكون هناك رغبة حقيقية لدى القادة اللبنانيين، رغبة حقيقية في الخروج من هذا الوضع، رغبة حقيقية يتم الكشف عنها والإعلان عنها بتشكيل الحكومة اللبنانية المتأخرة حتى الآن. نعم، الحقيقة أنه أيضا خلال الأيام الماضية يعني بالحديث تحديدا عن الأزمة اللبنانية كان هناك بعض المفاوضات بين الرؤساء في لبنان، رؤساء المؤسسات المختلفة، إن كنا نتحدث عن مجلس النواب أو حتى المبادرة الخاصة برئيس جمهورية لبنان. هل هذه المبادرات من الممكن أن تكشف عن حل قريب للأزمة اللبنانية أستاذ خالد؟
نعمل كده، نعمل ان احنا المبادرات دي تكون بدايه لحل قريب، لان احنا الحقيقه شفنا على مدار الايام والشهور الماضيه مبادرات عديده لكنها لم تنتهي الى نتيجه ملموسه. نعمل ان يكون هناك احساس حقيقي بالازمه، وان يكون هناك رغبه حقيقيه واراده سياسيه حقيقيه لدى القاده في لبنان، قاده المؤسسات المختلفه والاحزاب المختلفه، لتشكيل الحكومه والخروج من عنق ازمه اعتقد انها طالت ولم يعد من الممكن ان تطول اكثر من ذلك. البعض يعني يتساءل في هذه الأثناء، يعني لبنان مر بفراغ رئاسي من قبل لمدة عام ونصف تقريبا قبل الوجود يعني العماد ميشيل عون، والآن هناك فراغ حكومي للبنان، يعني في ماذا تكمن الأزمة لهذه الفراغات أستاذ خالد، ولماذا أيضا لم يتم الاستفادة من التجربة السابقة في لبنان أيضا؟ اعتقد انه طالما ان هناك تصليح، هناك تغليب للمصالح الحزبيه الضيقه او المصالح الطائفيه، لن يتعلم القاده اللبنانيين من الدروس. الدرس الاهم الحقيقه حتى وصولا الى انفجار المرفأ في بيروت وما حدث من قبل كما ذكرتي من تاخير اختيار الرئيس اللبناني، كل هذه الازمات اللي بيمر بها لبنان بتقول انه لا توجد اراده حقيقيه لدى قاده الاحزاب، لا توجد اراده حقيقيه لدى الطوائف المختلفه للتغلب على ما بينهم من فراغات وللتغلب على ما بينهم من خلافات. لو تم وضع مصلحه لبنان العليا في مكانها الصحيح، لو تم وضع مصلحه الشعب اللبناني وتغلبها على اي خلافات، اعتقد انه يمكن ان نخرج من هذه الازمه وان يتعلم القاده اللبنانيين من هذه الازمه. لكن اعتقد انه لغايه دلوقتي مش شايفين اراده حقيقيه. نامل انه المبادرات الاخيره تعكس اراده حقيقيه، إن المبادرات الاخيره تعكس رغبه حقيقيه للقاده يعقبها قرارات بالفعل تنهي الازمه الحاليه ويتم تشكيل الحكومه حتى يمكن الانطلاق لاصلاح وضع اقتصادي متازم ولا يتحمل اكثر من ذلك. على غرار يعني هذا الاتصال الهاتفي الذي جمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، البعض يتساءل إذن في هذه الأثناء بعد 8 أشهر من هذا الفراغ الحكومي اللبناني، أين هو المجتمع الدولي من حال الأزمة اللبنانية أستاذ خالد؟ يعني زي ما احنا شفنا الدور المصري، هناك دول عربية عديدة حاولت المساعدة، أيضا على مستوى المجتمع الدولي لم نرى إلا إرادة فرنسية حقيقية للمساعدة. شفنا الرئيس الفرنسي بيزور لبنان، شفنا قادة فرنسيين عديدين بيزوروا لبنان، محاولة لتقريب أو وجهات النظر أو حتى فرض وجهة نظر لإنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة، لكن حتى الآن لم نرى موقف دولي قوي، لانه الخلافات الحقيقه خلافات عميقه، والخلافات لا يمكن حلها عن طريق موقف دولي خارجي ما لم يكن لدى القاده اللبنانيين انفسهم رغبه في الحل. نامل ان يتم تغليب المصلحه العليا للشعب اللبناني والمصلحه العليا للبنان على اي خلافات، وان نرى نهايه قريبه لهذه الازمه. اخيرا استاذ خالد، يعني مع تصاعد الازمه الاقتصاديه اللبنانيه، ماذا نتوقع في الايام القليله القادمه في لبنان؟ ما نتوقعه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، إذا لم يتم حلحلة الوضع السياسي وإذا لم يتم تشكيل الحكومة، أن تزداد الأزمة الاقتصادية عمقا وأن تستفحل وأن يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنها. نأمل إن شاء الله لا يحدث ذلك، وأن يكون هناك تغليب لصوت العقل وتغليب للمصلحة اللبنانية العليا. نعم، أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.